سي شاكر يحكي على املاك المصادره في المبادره نتاعو. سمحني انت سي محمد، مو عندك طائره الصخر الماطري اللي هي مصادره كانت وشريتها انت بقرض من عند البنك الفلاحي؟ فين الطائره هذيك؟ نعم هي موجوده في تونس، هي موجوده في تونس. ايش عملت بها؟ هيك ما مصادره هي. نعم وخذيت قرض مصادره هذيك. اي شريتها انت؟ اي شريتها الشركه. اسأت التصرف فيها؟ نعم اسأت التصرف فيها انت. شكون قال؟ هاني نقول لك انت شكونك انت باش تقول؟ شكونك انت باش تقول؟ اسأت التصرف فيها. سامحني اذا انت بلابله راك عملت مشاريع. انت سامحني. انت سامحني. الحمد لله يا ربي نعمل على مشاريع نجم انا نجم. انت تاخذ الطياره نتاع السباق. اي خلاص تحب تقولها قولها توا. انا اخذ الطياره نتاع السباق مش خلصنا. لا خلص هو جاء فهمتي خداها بقرض من عند البي ان ونورمالمون ما يصرفش عليها بالكومباني ايريان سيفاكس، دخلها في الكومباني وصرف عليها واساء التصرف وفلوس مشيت واليوم محجوزه الطائره. هذا سوء تصرف، هذا لازم انسان يتوقف معناتها في اقرب وقت ممكن. هاني نقول لك تحيه. لا سامحني سامحني يا هاشم، خلينا نمشي مع زابينك ترتيحه مع كتي هاشم مباطن.